بعد جهد فلسطيني ودولي متواصل دام لسنوات طويلة من أجل الحصول على ترخيص من سلطات الاحتلال لإعادة ترميم مدرسة الجلزون المختلطة، افتتحت وكالة الغوث الدولية الأونروا المبنى الجديد للمدرسة بحضور شخصيات رسمية فلسطينية وأمريكية. الحقيقة كنا نحن في معاناة كبيرة جدا منذ سنوات، وكانت المشكلة الأساسية عندنا حصول ترخيص من قبل السلطات الإسرائيلية. الحقيقة أنه الإسرائيليين كانوا متعنتين أنهم يعطوا تصريح، والحجة كانت دائما أنه هاي المدرسة إذا يعني تم بنائها طابقين أو ثلاثة طوابق راح تطل على المستوطنة اللي هي مقابل هاي المدرسة، وقد يشكل خطر على المستوطنة. طبعا يعني هذا المبرر تاعهم اللي كانوا يحكوا فيه دائما، ولولا ضغط الحكومة الأمريكية ما استطعنا أنه إحنا نحصل على ترخيص من أجل بناء هذه المدرسة. ويأتي تمويل المشروع بتبرع كبير من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في مجال التعليم، حيث وصلت قيمة تكاليف المبنى 1,755,000 دولار أمريكي، وانطلقت أعمال المشروع في عام 2011. لقد كانت الحكومة الأمريكية من أقوى الداعمين للاجئين منذ عقود، ونحن ندعم بقوة عمل وكالة الغوث الدولية خاصة هنا في فلسطين. وهذه المدرسة أتت بعد عمل طويل من أجل ضمان جودة التعليم في فلسطين، وبالأخص للفتيات هنا في هذه المنطقة. مدرسة الجلزون المختلطة هي المدرسة الثالثة في المخيم، وستخدم ما يقارب 2,000 طالب وطالبة في ظل الظروف التعليمية الصعبة التي يعاني منها المخيم. نحن مدرسة الجلزون المختلطة، عندي 48 معلم ومعلمة. هي مدرسة مختلطة من الأول إلى الصف الثالث. بعد ما ينهوا الطلاب الصف الثالث سوف يتم إرسالهم إلى مدرسة ذكور الجلزون. تحتوي مدرسة الجلزون المختلطة على 37 شعبة ب1,500 طالب وطالبة. بعد رفض إسرائيل بإعطاء الجهة الفلسطينية ترخيصاً لبناء مدرسة الجلزون المختلطة، وبعد الجهود الفلسطينية والدولية افتتحت المدرسة لتكون الصرح العلمي الثالث في المخيم. من مخيم الجلزون، فرح زحالقة، تلفزيون وطن.